اهلا بحضراتكم من جديد. وصلنا لاخر فقراتنا، فقره سهم وقوس. وبعد فتره توقف دوليه طويله خلاص الزمالك راجع للمنافسات وعنده مباراه مهمه جدا غدا في مشواره بكاس مصر، طبعا البطوله المحببه لجماهير نادي الزمالك واللي قدرنا نفوز بيها 7 مرات في اخر 10 مواسم. وبالتالي الكل مركز في المباراه ديت وفي البطوله دي عشان نقدر نفوز باللقب والخطوه الاولى. طبعا بعد توقف امام فريق فاركو اللي مقدم الحقيقه موسم جيد جدا، خصوصا طبعا تحت القياده الفنيه لكابتن طارق العشري. عشان كده هنتكلم بالتفصيل عن مباراه الغد وازاي نقدر ان احنا نفوز ونواصل مشوارنا في الكاس مع ضيفنا النهارده طبعا المحلل المميز استاذ احمد سالم. اهلا بحضرتك. اهلا بك. ايه الاخبار؟ السلام مشاهدين، تمام الحمد كله لله. تمام الحمد لله. عايزين نبدا كلامنا كده على طول على مباراه بكره، وشايف اهميه مباراه الغد امام فاركو ازاي؟ طبعا في البداية هي مباراة مهمة جدا بالنسبة للزمالك. الزمالك في الموسم ده تقريبا هي البطولة الوحيدة الفاضلة، فبالتالي النهاردة لتصحيح المسار وتصحيح الأوضاع اللي موجودة اللي بدأت تتصحح بشكل كبير مع أسوريو، فبالتالي النهاردة ده الحاجة اللي موجودة أو الوحيدة اللي باقية إن اللعيبة تقدر يعني مش هنقول تصالح الجماهير، إنها تقدر إن هي تاخد حاجة لنفسها أو تبني زي ما أنت قلتي بالظبط قبل الفقرة. اللعيبه ممكن اي لعيب ممكن يبقى اسطوره من اساطير نادي الزمالك في يوم عن طريق البطولات، عن طريق تحقيق البطولات في النادي يعني. فدي الفرصه الاخيره للعيبه في الموسم ال 22 23، هو ده اخر فرصه بالنسبه لهم للبطوله بتاعتنا المحببه اللي زي ما انت قلتي بالظبط كده 7 مرات في اخر 10 سنين، فهي تعتبر البطوله الخاصه بنادي الزمالك يعني نقدر نقول ممكن ننقذ ما يمكن انقاذه هذا الموسم. طيب شايف دايما مواجهات الكاس بتكون ليها حسابات مختلفة غير عن أي مباريات تانية، شايف إيه الحاجات اللي ممكن أو التعليمات اللي ممكن يكون اشتغل عليها مستر أسوريو مع اللاعبين في الفترة اللي فاتت؟ طبعا المباراة دي بالذات ليها حسابات مختلفة من ناحيتين، الناحية الأولى هي مباراة كاس، فبالتالي الطموح عند كل اللاعبين بيبقى واحد، الطموح بيبقى هو مباراة هيكسبها هيصعد الدور اللي بعده، ثلاث مباريات أو 4 مباريات هيكسبهم هياخد بطولة، فبالتالي النهاردة بتبقى الطموح متساوي عند الفرقتين، مش زي بطولة الدوري اللي بنقول فيها النفس الطويل وبيبقى في فريق الهدف بتاعه إن هو يبقى موجود في وسط السبعة أو الثمانية الأوائل، فبالتالي بتفرق الدوافع بشكل كبير جدا. صحيح. فدي أول حاجة بتزود أهمية مباراة النهاردة، مباراة بكرة. الحاجة التانية ان بلغة الكورة فريق فاركو من الفرق الرخمة زي ما بنقول بالكورة يعني، فبالتالي النهاردة مباراة يعني من المباريات الصعبة، مباريات كاس ومباراة مع فاركو فريق منظم، فريق مع كابتن طارق العشري بيلعب كرة بشكل كبير جدا كويسة، نتائجه اتحسنت بشكل كبير جدا مع كابتن طارق العشري، الفريق ده واخد 35 نقطة في الدوري في المركز السادس، منهم 22 نقطة مع كابتن طارق العشري في 12 مباراة ب6 فوز و4 تعادل و2 هزيمة، فبالتالي النهاردة دي نقطة مهمة جدا من النقط اللي لازم تتحط في الاعتبار. فبالتالي النهارده دي بتيجي اهميه المباراه من الناحيتين دول. شفت ازاي فريق فاركو مع كابتن طارق العشري، شفت التحول اللي حصل من فريق زي ما انت قلت فريق بينافس طبعا على الهبوط لفريق دلوقتي بيحتل المركز السادس، التطور والتحول الكبير اللي حصل ده شفته ازاي وشايف صعوبته قد ايه اللي هتواجهنا بكره من فريق اكيد عنده طموحات وامال كبيره، فريق ماشي بشكل جيد جدا وفي تحول وفي تطور كبير في مستواه هذا الموسم. طبعا هي مباراة صعبة زي ما قلنا، بخصوصا كابتن طارق العشري من المدربين المنظمين بشكل كبير جدا ومنظمين دفاعيا. طبعا احنا المتوقعين ولكل الناس عارفة ان بكرة هنشوف تكتل دفاعي بشكل كبير ب5 لاعبين أو 6 لاعبين ورا بالنسبة لفريق فاركو مع الاعتماد على الهجمة المرتدة. النقطة اللي شايفينها بكرة في مباراة الزمالك وفاركو في الكاس هي ان احنا عندنا نقطتين لازم يبقوا محطوطين في الاعتبار بشكل كبير جدا، واكيد أسوري واخد باله من النقطة دي. لو جينا بصينا بالارقام، فريق فاركو هو جايب في ال 30 ماتش بتوع الدوري جايب 27 جون 28 جون وداخل فيه 27 جون، فبالتالي النهارده لو جينا نترجم الارقام دي شويه هنلاقي ان في قوه في المنطقه الهجوميه بالنسبه له وبتتمثل في 4 لاعبين، محمود حماده اللاعب الدولي بالنسبه لفريق فاركو وشكري نجيب وعمرو جمال ورزق حمروني. بالنسبه لخط الدفاع هنيجي نبص، هي دي نقطه الضعف او دي النقطه اللي المفروض أسوريو يلعب عليها، يعني الفريق مستقبل 27 هدف، عنده بطء في قلبين الدفاع،
فبالتالي النهارده دي من النقط الكبيره اللي المفروض اوسوريو يشتغل عليها. يعني انا بنسبه كبيره جدا انا متاكد ان ما عنديش مشكله في ان الزمالك هيحرز اهداف. يعني انا بكره متاكد ان الزمالك ان شاء الله هيحرز اهداف، هي المشكله كلها في الخط الهجومي بالنسبه لفريق فاركو، وهو ده اللي لازم اوسوريو يحطه في الاعتبار ويبقى فيه تمركز دفاعي بشكل قوي مع الضغط على دفاع فاركو اللي عنده، اللي هو يعتبر نقطه الضعف اللي موجوده عند الفريق. طب نقدر نقول ايه الحلول الهجوميه كده من وجهه نظرك اللي ممكن بكره نستخدمها في موضوع التكتلات الدفاعيه اللي انت اتكلمت عليه؟ ال 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 الخطه اللي بيلعب بيها اوسوريو واللي بيحاول يحفظها لعيبه الزمالك في الفتره اللي فاتت، واللي هي يعني زي ما بنقول كده خطه جديده على الكره المصريه بشكل عام مش على الزمالك بس، هي يعني لو اتنفذت بشكل صح وبتفكير اوسوريو هتنجح جدا مع التكتل الدفاعي الخاص بكابتن طارق العشري وفريق فاركو، وهو الكثافه العدديه في خط النص مع وجود اكتر من اكتر من اربع او خمس لاعبين في الحاله الهجوميه لنادي الزمالك مع الباصات القصيره والوصول للمرمى. لو جينا بصينا للست او السبع مباريات اللي لعبهم الزمالك مع اوسوريو، الزمالك بيعتمد على الشورت باص، ما بيلعبش اللونج باص، وما بيلعبش وبيلعب تمريرات كتيره بحيث ان هو يقدر ان هو يوصل عن طريق الجناحين اللي هم ابراهيم النضاي او احمد سيد زيزو. فبالتالي النهارده هي دي الطريقه لو يعني ان شاء الله تنجح او يأديها اللاعبين بنفس الفكر اللي اوسوريو طالبه، هيقدروا ان هم يفكوا الطلاسم بتاعه الدفاع الخاصه بفريق فاركو. صحيح. طب احنا يمكن عندنا كذا غيابات او عندنا غيابات كتير عن مباراه بكره. طبعا كده كده حمدي الونش غايب، ومحمود عبد الشافي محمد عبد الشافي غايب طبعا بسبب الاصابه. عندنا كمان غيابات اخرى مؤثره، عندك حسام عبد المجيد، عندك محمد طارق، عندك حاتم سكر طبعا بسبب التواجد في صفوف المنتخب الاولمبي. شايف الغيابات اللي هتكون اللي هتغيب بكره عن المباراه، شايف قد ايه ممكن تاثر؟ هتاثر بشكل كبير او مؤثره بشكل كبير، وخصوصا مع حسام عبد المجيد، لان احنا عندنا الاثنين قلبين الدفاع، احنا دايما بنلعب بحسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني، الاثنين يعتبروا او هما بالنسبه لهم اكتر اثنين منسجمين، اكتر اثنين في تفاهم ما بينهم. بكره هنلاقي ان احنا مكان حد مكان حسام عبد المجيد مع محمد عبد الغني، فبالتالي النهارده اتمنى ان يكون في انسجام حصل من خلال التدريبات ومن خلال تواجدهم مع بعض في التدريبات، فدي خساره يعني من يعني يعتبر الخساره رقم واحد بالنسبه للزمالك بكره. يجي بعدها حاتم سكر بسبب الاداء اللي هو قدمه مع الزمالك في الفتره الاخيره، وكان بيدي حريه لاوسوريو انه يستخدم فتوح في حاجات ثانيه. هو كده اوسوريو يعني غياب حاتم سكر خلى اوسوريو خلاص هو ما عندوش حل غير فتوح باك شمال، مش هيقدر ان هو يستفيد بيه في نص الملعب، مش هيقدر ان هو سواء كان يلعبه هاف ليفت او يلعبه في نص الملعب جنب دونجا، مش هيقدر ان هو يبقى عنده الحلول دي. فبالتالي النهارده هي دي الازمه في غياب سكر، ان هو خلاص فتوح بقى باك شمال هو اللي موجود بكره، ملوش مكان تاني او مش هيقدر يستفيد بيه في مكان تاني. صحيح. طب لو هنتكلم عن التشكيل المثالي، يمكن كنا بنسال سؤال الحلقه بتاعنا النهارده للمتابعين، رايكم في التشكيل الامثل لمباراه اليوم شيء او لمباراه الغد، انا مصممه ان المباراه النهارده انا وانت. لو هنتكلم عن التشكيل الامثل، شايف التشكيل الامثل ايه من وجهه نظرك لمباراه بكره امام فاركو؟ هو برضه تثبيت الطريقه اللي اوسوريو بيحفظها للاعبين، هي محمد صبحي في خط الدفاع، وهيلعب بثلاثه المسلوسي مع محمد عبد الغني مع الزناري، وهيلعب في خط النص احمد فتوح وسيد نيمار، وفي القلب مع دونجا. اتمنى يبقى جنب دونجا، دي تمنيات شخصيه يعني، يبقى سيف فاروق جعفر جنب دونجا. سيف لعيب كبير، لعيب هايل، استغلال الدفعه المعنويه للتجديد برضه هتبقى بشكل كبير. التجديد ده تجديد سيف ازاي؟ مش انا اللي شفته، انا شفت كل جماهير الزمالك شايفاه، كل جماهير جمهور الزمالك من الجماهير اللي بتقدر، جماهير الزمالك اللي فعلا بتقدر الناس وبتقدر اللاعبين وبتقدر الاساطير الفعليه لنادي الزمالك. فطبعا يعني كابتن فاروق جعفر من الاساطير الكبيره في نادي الزمالك، سيف ماشي زي ما بيقول على خطى والده. صحيح. فبالتالي النهارده يعني هو سيف نفسه لو نزل الشارع هيحس قد ايه جماهير الزمالك مبسوطه وجماهير الزمالك مقدره بشكل كبير اللي عمله سيف فاروق جعفر، خصوصا بعد التصريحات اللي صرح بيها المستشار مرتضى منصور ان كان في عروض وكان في ارقام اكتر من اللي كانت معروضه من نادي الزمالك. بس هو طبعا في الاول وفي الاخر هو يعني زي ما بيقول كده زملكاوي واللي رباه زملكاوي. شفت المفارقه ما بين سيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبيه ازاي؟ يعني اعتقد ان ما ينفعش يتحط في مقارنه. يعني ان ما ينفعش نقارن الاثنين ببعض. حد بينتمي فعلا لنادي الزمالك، حد زملكاوي، يعني كلمه زملكاوي مش كلمه صغيره وكلمه تتقال وخلاص، لا هي بالافعال وبال
بالافعال اللي بتحصل مش بالكلمات اللي بتتقال. فطبعا يعني ان انا لما احط بصراحه يعني انا من وجهه نظري لما احط مقارنه في الحدث مش بتكلم كلاعيبه كوره لما احط مقارنه ما بين سيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبيه يبقى انا باظت بشكل كبير سيف فاروق جعفر. شايف انه كابتن فاروق جعفر ليه دور كبير في تجديد عقد سيف؟ ده اكيد 100% زي ما كابتن اسامه نبيه له دور كبير في عدم تجديد يوسف اسامه نبيه. يعني ده اكيد 100%. تمام. طيب نتكلم شويه يمكن عن الفتره اللي فاتت دي، فتره التوقف الدولي اللي فاتت، وشايف مستر اسوريو ممكن يكون عمل ايه في فتره التوقف دي؟ كنا بنقول انه فتره جيده انه يقدر ان هو يحفظ فيها اللعيبه فكره اكتر، لان هو واضح ان هو عايز يطبق فكره في الملعب، بيحفظ اللعيبه ادوار معينه يقوموا بتنفيذها في الملعب، فشفت الفتره دي قد ايه ممكن يكون هو استفاد بيها؟ في البدايه خلينا بس اوجه الكلمه لجمهور نادي الزمالك بخصوص اسوريو. اسوريو مش من وجهه نظري، انا بتكلم من ترانسفير ماركت وبتكلم على المستوى الدولي. اسوريو هو افضل مدرب موجود حاليا في مصر كسي في، بتكلم عليه من ناحيه سي في، هو افضل مدرب موجود في مصر. لما باجي ببص على الطريقه اللي بيطبقها هي طريقه زي ما بنقول هي جديده مش على الزمالك بس، هي جديده على كل اللعيبه اللي موجوده في مصر، هي جديده على كل الكره المصريه بشكل عام. فبالتالي النهارده النقطه اللي محتاجها فعلا اسوريو هو الوقت، وده كان في مصلحته موضوع التوقف. حتى كمان انا كنت بتمنى ان الدوري ينتهي قبل كده باكتر من كده، بحيث ان يبقى فيه فتره اعداد كبيره، فتره ماتشات وديه تتلعب، تبدا اللعيبه تحفظ الادوار الجديده والمهام المزدوجه. المشكله في خطه اسوريو ان النهارده بقى فيه مهام مزدوجه، مثلا حمدي المسلوسي بقى عنده المهمه الباك اليمين مع مهمه وسط الملعب، عندي حسام عبد الغني محتاج ان انا النهارده مهمه المساك مع مهمه الانضمام لوسط الملعب مع مهمه ان انا اقدر اوصل الكره لقدام، الدونجا ورؤى والجزء اللي هو الدفاعي في وسط الملعب. هي يعني مش قصه ان انا اقطع الكوره بس، لا ده انا قصه ان انا اقطع الكوره وان انا اطلع لقدام وان انا اباصي صح وان انا اعمل، فكلها حاجات مزدوجه في لعيبه كتير، ومش لعيبه الزمالك زي ما بقول لك، هي لعيبه مصر كلها مش واخده عليها. فبالتالي النهارده ان انا يبقى معايا وقت وان انا يبقى معايا فتره اقدر اعد فيها اللعيبه بالشكل ده هتفرق كتير. طيب قبل ما نكمل كلامنا في جزئيه الفتره اللي يمكن اللي فاتت ديت وازاي استفدنا بيها، قول لي ما دام اتكلمت على الادوار المزدوجه وعن اللاعبين، قول لي شايف مين من اللاعبين اللي قدروا خلاص يستوعبوا فكر مستر اسوريو وقدروا ان هم يقوموا بالادوار المطلوبه منهم، ومين اللعيبه اللي شايف انه لسه قدامهم شويه وبدا برضو يعني الى حد ما بدا ان هم يعرفوا يطبقوا الفكر ده، ومين من اللعيبه شايف انه لا هيكون صعب عليه تطبيق فكر مستر اسوريو؟ انا شايف في خط الدفاع شايف ان حسام عبد الغني والمسلوسي هينجحوا في تطبيق حسام عبد المجيد والمسلوسي هينجحوا بشكل كبير ان هم يطبقوا الفكر بتاع اسوريو. في نص الملعب شايف دونجا، بصراحه مش شايف رؤى في الحته دي في التطبيق الفكر بتاع اسوريو، عشان كده كنت بقول لك النهارده انا شايف ان ممكن حد زي سيف فاروق جعفر يقدر يعمل النقطه دي جنب دونجا. في السيد نيمار برضو من الناس اللي شايف ان هي تقدر ان يبقى ليها دور مزدوج وتقدر ان هي تلعب. لكن نيمار مش افضل حاجه الموسم ده، يعني مش نيمار اللي شفناه مثلا الموسم اللي فات، يعني حاسه ان مستواه قل شويه عن الموسم اللي فات، صحيح ولا مش لا؟ عايزين نظلمه بشكل كبير لان الفرصه لا مش ظلم، يعني عادي طبيعي ان ممكن لاعب يتعرض ان هو يعني نيمار انا شايفه ان هو من اللعيبه المميزه جدا واللي هيكون ليه مستقبل كبير جدا مع نادي الزمالك، انا بتكلم على ان في عادي في لاعب ممكن يجي عليه وقت وبيبقى المستوى بتاعه لا لو احنا شفنا احسن من كده من نيمار ومستنيين لسه الاحسن. نيمار هو من نوعيه اللعيبه اللي بتيجي باللعب. فيريرا كان معتمد عليه بنسبه 100% في الفتره اللي كان فيها عدم قيد وما فيش اي صفقات، فيريرا اعتمد على لو تفتكري كان معتمد بشكل كبير جدا على سيد نيمار، كان تقريبا كل ماتش او كل مباراه هو كان اساسي كان بيلعب اساسي صحيح اساسي في كل مباراه. يمكن اكتر كمان من يوسف اسامه نبيه واكتر من سيف فاروق جعفر. فبالتالي فتره اللعب اللي خدها مع فيريرا خلته يظهر الفتره دي، هو بيلعب على فترات ساعات، وكمان تغيير المركز اكتر من مره برضو، لا هيلعب باك يمين هيلعب قدام هيلعب خوف، فبالتالي النهارده ده بيأثر
عليه، بس انا واثق بشكل كبير ان هو لو خد الفرصه ثاني وبدا يحفظ الواجبات الجديده بالنسبه له هيقدر ان هو ينفذها. ده بجانب التدعيمات بقى زي ما انت قلتي بالظبط كده، ان احنا محتاجين فعلا بعض المراكز اللي يتم تدعيمها. من ضمن الناس برضو اللي ظهرت بشكل كبير جدا وكان عليها لغط كبير وكان في بالنسبه للجماهير وبالنسبه للشارع الكروي في مصر، نضاي برضو كان من ضمن الناس اللي بدأت تظهر مع أوسوريو بشكل كبير جدا في تطبيق الخطة دي، وخصوصا لما بدأ ياخد يدخل شيكابالا وزيزو في وسط الملعب يلعبوا رقم 10 وادى الحرية لنضاي في الجنب اليمين. نفس القصة بالنسبة لمصطفى شلبي، بالظبط نشوف مصطفى شلبي. مصطفى شلبي اكتر من اكتر اللعيبه اللي بان عليهم فعلا تطور مع اسوريو. نتفرج على 6 ماتشات لمصطفى شلبي مع اسوريو، وقبل كده لا لعيب تاني، لعيب تاني خالص غير اللي كان موجود قبل ما يجي اسوريو. صحيح. طيب شايف ان فتره التوقف ديت يمكن الوديات اللي خاضها الزمالك وفريق الامل شايفها قد ايه ممكن تكون فرقت مع الفريق وهتفيدنا ازاي في مباراه بكره؟ هي اكيد فرقت من ناحيه، هي الهدف الاساسي زي ما بقول لك هو ان اللعيبه تحفظ. الحفظ مش هيجي من تدريبات بشكل كبير، هيجي بمباريات وديه وهيجي اكتر كمان بالمباريات الرسميه. الزمالك لما شفنا البدايات بتاعته مع اسوريو كانت البدايات الناس كلها كانت متضايقه، وكانت متضايقه من النتائج، من تعادل مع المقاولين، من هزيمه من فاركو يعني قبل كده. فبالتالي النهارده كان في بشكل كبير جدا كانت النتائج مش كويس. النتائج هتبدا تيجي، الماتشات الوديه هتزود الانسجام وهتزود طريقه حفظ طريقه اللعب بالنسبه لاسوريو، والماتشات الرسميه بشكل كبير كمان. شايف بكره في لقاء بكره شايف الزمالك ممكن يستعين ببعض العناصر الشابه من فريق الامل في اللقاء بكره ولا كمخزون كمخزون احتياطي يعني؟ يعني مش ما اعتقدش ان هو هيبدا بحد، بس هيبقى الـ بشكل كبير جدا بسبب الغيابات كمان، بسبب الغيابات عندك. هيبقى في بشكل كبير ممكن 2 أو 3 لاعبين من فريق الامل موجودين. طب لو هنتكلم بقى عن نقاط القوه ونقاط الضعف، خلينا نبدا كده بفاركو. شايف ايه نقاط الضعف عند فاركو اللي لازم مستر اسوريو يكون واخد باله منها كويس قوي ويعرف يستغلها في لقاء غدا؟ البطء الشديد في خط الدفاع، البطء الشديد في خط الدفاع، وخصوصا الاثنين اللي في قلب الدفاع عندهم بطء، كبر السن والاداء بتاعهم بشكل كبير. عشان كده كابتن طارق دايما بيبقى بيلعب بخمسه مش بيلعب باربعه، علشان عارف ان ممكن الاثنين بشكل كبير يقدروا بالوان تو او بالباصات السريعه يقدروا ان هم يتضربوا بشكل كبير جدا. فدي من نقط الضعف اللي المفروض اسوريو يركز عليها. الكره السهله البسيطه القصيره اللي بتتلعب، اللي بيلعبها زيزو مع نضاي، مع مصطفى شلبي، مع سيف الدين الجزيري، مع سرعه سيف الدين الجزيري هتفرق بشكل كبير جدا، ونقدر نستغل بشكل كبير جدا نقطه الضعف اللي موجوده عند فريق فاركو. طب نقاط بقى القوه بالنسبه لنادي الزمالك اللي يمكن موجوده عندنا مع مستر اسوريو واللي شايف ان احنا المفروض نشتغل عليها بكره ونركز عليها كويس جدا؟ الخط الهجومي عند نادي الزمالك، الخمس لاعبين اللي موجودين قدام بدايه من احمد مصطفى، زيزو، نضاي، سيف جزيري مع مصطفى شلبي، مع لاعب خط النص اللي هيبدا يتقدم او اللي هيبقى موجود بيساند الاربعه اللي موجودين قدام دول، بشكل كبير جدا هم نقطه القوه عند الزمالك. الزمالك لما بيكون في الحاله الهجوميه ب5 أو 6 لاعبين هيقدر ان هو يتفوق على الدفاع الخاص بفريق فاركو. طيب يمكن مباراه الدور الاول امام فاركو خسرنا فيها بنتيجه 3-0 وكانت يعني نتيجه سيئه جدا لنادي الزمالك، يعني مش الزمالك اطلاقا اللي يخسر بالنتيجه ديت. طيب شايف المباراه ديت ايه الاخطاء اللي حصلت وقتها، او ايه الاخطاء اللي عامه موجوده عندنا حاليا في الفريق اللي لازم نتجنبها في مباراه الغد؟ هي النقطه الثانيه بقى اللي هي التمركز الدفاعي بالنسبه لنادي الزمالك والانسجام ما بين الاثنين المساكين اللي بيبقوا موجودين في القلب، هو ده. ولو رجعنا للمباراه بتاعت 3-0 اللي في الدور الاول، هي كانت مباراه كانت هجمات مرتده، كانت مشاكل دفاعيه. لو كنا نيجي نبص نلاقي ان احنا في عندنا 3 أو 4 لاعبين بيروحوا على 3 لاعبين من الزمالك، فبالتالي النهارده كانت بتحصل هي دي المشكله. فاحنا غير التمركز الدفاعي بالنسبه لفريق الزمالك، احنا عندنا الطرفين اللي هم اللي انا يعني متوقعين او ممكن يبقى موجود سيد نيمار وموجود احمد فتوح، لازم يكون لهم دور دفاعي ويقوموا بالدور الدفاعي بشكل كبير جدا مع نضاي ومصطفى شلبي. لو قدروا ان الاربعه دول
يقدروا يرجعوا مع الثلاثه اللي موجودين، فبالتالي هتبقى بشكل كبير جدا هتفرق مع وجود دونجا في نص الملعب. ده يقدر يقفل شويه في في الوقت الدفاعي او في الجزئيه الدفاعيه بالنسبه لنادي الزمالك. الحاجه الثانيه ان لو لعيبه الزمالك قدرت تنفذ الفكر بتاع اسوريو، فكر اسوريو دايما لو يعني، وده واضح من مش من الاداء بتاعه مع نادي الزمالك، لو رجعنا ل 2018 اسوريو كان مستحوذ على المانيا بنسبه 68%، فبالتالي النهارده هو في طريقه لعبه وفكره كانت هي بتعتمد على الاستحواذ، وطول ما انا مستحوذ على الكوره اكيد بالنسبه لي مش هيبقى في خطر عليا، طول ما الكوره في رجل اللعيبه بتاعتي وطول ما انا مستحوذ عليها، فده هيقلل الضغط على خط الدفاع، فبالتالي هيقلل الاخطاء، وده هيبقى حل مميز او حل مثالي للخطوره بتاعت الرباعي اللي قدام اللي موجود في فريق فاركو. نفسيا كنت بتكلم عن ان اللعيبه المفروض او المفترض بيهم في مباراه بكره ان هم نفسيا يكون عندهم حس ان هم يردوا الاعتبار في مباراه بكره. زي ما قلنا النتيجه بتاعه مباراه الدور الاول والخساره كانت خساره سيئه جدا ويعني مش حلوه للاعبين او الفريق، فبالتاكيد مباراه الغد هتكون مباراه رد اعتبار. شايف الاحساس ده ممكن يدي قد ايه للعيبه حافز كبير ان هم يفوزوا بغض النظر عن الفنيات؟ انا عايز بس اقول للعيبه ان مباراه الغد هي رد الاعتبار للاعبين مش لنادي الزمالك. نادي الزمالك هيفضل طول عمره موجود، نادي الزمالك هيكسب فاركو كتير جدا، نادي الزمالك مش بتكلم على بكره بس، انا بتكلم على مدار السنين، بتكلم على عامه، بتكلم ان ده رد اعتبار للاعبين اللي اخفقوا في المباراه، اللي اخفقوا في المباراه دي. نادي الزمالك في السنين الجايه ان شاء الله هياخد بطولات كتير جدا، هي انت كلاعب انت اللي موجود او انت اللي مؤقت في نادي الزمالك او انت اللي مؤقت في اللعب، انت بتلعب 10 15 سنه، هو ده الوقت بتاعك، لو ما قدرتش تعمل فيه تاريخ خلاص ما حدش هيفتكرك بعد كده. احنا نادي الزمالك لعب فيه مئات اللاعبين، كل الجماهير من الطفل اللي عنده 10 سنين لغايه اكبر واحد فاكر حسن شحاته، فاكر مع حفظ الالقاب، فاكر فاروق جعفر، فاكر طه بصري، فاكر الناس دي كلها، وممكن وما شافهمش هما بيلعبوا بس عارف الاسامي دي، اسمهم عايش ومكمل، اسمهم عايش ومكمل. فبالتالي النهارده انا بوجه رساله للاعبين، انت لازم اسمك يفضل عايش ومكمل بادائك ورجولتك موجوده في الملعب بالبطولات اللي انت هتاخدها، لان مش نادي الزمالك مش هيتاثر بسنه ولا سنتين ولا ثلاثه، نادي الزمالك موجود والكيان موجود وهيفضل طول عمره موجود. انت اللي بعد كده مش موجود، فاعمل لاسمك النهارده ويعني زي ما بنقول كده يعني، ورد الاعتبار ليك انت النهارده علشان يفضل اسمك موجود في نادي الزمالك. لو كنت اتفرجت على المقدمه بتاعت النهارده، افتكر ان انت قلت لي ان انت كنت اتفرج عليها، كنت بتكلم في المقدمه انه يمكن موسم 2018 كان موسم شبه الموسم اللي احنا بنمر بيه حاليا، كان موسم صعب على نادي الزمالك وخسرنا كل البطولات اللي كنا بنشارك فيها، وتبقى في الاخر مسابقه كاس مصر وقدرنا ان احنا نفوز في المسابقه ديت. فكره ان انت يكون بالنسبه لك موسم صعب زي الموسم ده، موسم فيه اخفاقات كتير، ما قدرتش ان انت تعمل اي حاجه في اي بطوله، ان انت تحتذي بموسم 2018 وتاخد الموسم دوت كنموذج ليك ان انت لا انت اخفقت الموسم ده وما كانش ادائك افضل حاجه، بس ممكن تفوز ببطوله او تطلع ببطوله، شايف لو اللعيبه ركزوا ممكن فعلا يستفادوا ازاي بالموسم 2018؟ هو ده حافز بشكل كبير جدا للاعبين ان دي البطوله الاخيره فعلا في الموسم، وعندهم زي ما انت قلتي بالظبط كده، موسم 2018 خير مثال على حاجه زي كده. فبالتالي يعني مش هنقول شحن اللاعبين بس تحفزهم والحاله النفسيه للاعبين، وان انا اوضح لهم الهدف ده بشكل كبير جدا، وانا شايف دور كبير جدا لكابتن مدحت عبد الهادي في الحته دي. كابتن مدحت عبد الهادي من الناس اللي هي بتقدر ان هي عنده زي ما بيقول كده قلب الاسد زي ما بيقولوا عليه يعني، فبالتالي له دور كبير جدا في النقطه دي، في ان هو يحفز اللاعبين وان هو يحط لهم الهدف. هو خلاص احنا بالنسبه لنا ما عندناش اختيار تاني غير الفوز بكاس مصر، هو ده الهدف بتاعنا ومفيش حاجه تانيه ممكن تحصل، وده يخليك تفتح السكه لنفسك للحاجات التانيه. كنا بنتكلم، كنت بتكلم برضو انه الفوز وقتها في 2018 بكاس مصر ده فتح لك حاجات تانيه للموسم اللي بعده، انت فزت بعدها في موسم 2019 بالكونفدراليه، يعني ذكرى لا تنسى. ده ممكن يأثر علينا الموسم الجاي، ده يفتح لك سكك، وده وفوزك برضو ببطولة معنوية لما تدخل الموسم الجديد وانت فايز ببطولة اكيد هيفرق معاك بشكل كبير. اكيد انت لما تبدأ الموسم بان انت هتلعب السوبر المصري ده حاجة تانية، هو كده كده يعني كاس مصر مكمل معانا للموسم كده كده الجاي، يعني متوقعين مع مع الإدارة الفنية للكرة المصرية والله انت عارف اقول لك على حاجة، انا من كتر ما بتكلم على حوار كاس مصر ده انا خلاص اتلخبطت، ما بقتش عارفة هنلعب انهي
كاس بس هي ماشي. فيعني فاحنا ممكن نلعب الكاسين فعلا السنه الجايه مع بعض زي ما حصل. فمش عارف يعني ربنا يسهل ويكون في تنظيم اكتر من كده والكورونا تكون خلصت من عندنا، لان الكورونا هي اللي مكمله مع مصر. تأثير الكورونا سايد افكت ساعتها لسه مطوله معانا. من 2020 الكورونا يعني تقريبا يعني خلاص خلصت من كل العالم والناس تعافت منها سواء كان صحيا او اداريا او رياضيا لكن احنا عندنا في مصر لغايه النهارده الكورونا مكمله لسه ما خلصتش. يعني نتمنى ان الظروف تتحسن ونتمنى طبعا ان الوضع في الكره المصريه يكون افضل من كده، وزي ما قلنا ده ممكن يفتح معانا ايه للموسم الجديد وممكن يخلي وضعك ايه في الموسم الجديد. ما ده يعني انا كلاعب داخل موسم جديد وانا واخد بطوله السنه اللي فاتت غير لما اكون داخل وانا الموسم اللي فات كله ما خدتش فيه اي حاجه خالص. فبالتالي معنويا هتفرق، هيبقى فيها دافع كبير جدا. زي ما بقول لك لو الامور انتظمت انا هبقى واخد كاس مصر، فبالتالي النهارده انا داخل قبل الموسم او في شهر 9 ببطوله سوبر اقدر ان انا اكسبها، فبالتالي ابدا الموسم كمان ببطوله ثانيه. فبالتالي كل دي عوامل او كل دي حوافز بتبقى موجوده بشكل كبير جدا عند اللاعبين ان انا اشارك في بطوله افريقيه، فبالتالي النهارده برضو بتبقى من الحاجات المهمه جدا، مع ان برضو موضوع مشاركه البطولات الافريقيه دي ملهاش معيار في مصر. يعني يعني احنا عندنا ثالث الدوري بيشارك في البطوله الافريقيه عادي جدا. انت عارف في مصر كل حاجه ممكن تحصل. فمفيش اي مشكله خالص يعني. بس لكن هي للزمالك لا هتفرق بشكل كبير جدا معنويا وهتدي دافع كبير جدا للعيبه الموسم الجديد. رسالتك سريعا للاعبي والجهاز الفني لمباراه بكره. قدامكم 90 دقيقه هتثبتوا فيها للناس فعلا ان انتوا قد المسؤوليه، احنا الجماهير الزمالك كلها واثقه فيكم وعارفه ان انتوا قد المسؤوليه، وان البطوله دي ان شاء الله يعني كاس مصر 22 23 هو بطلها الزمالك باذن الله. ان شاء الله. يعني يا استاذ احمد سالم انا دايما بسعد بوجودك معايا ودايما بستمتع بالحديث معاك، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك يا انجم سياو. مشاهدينا ان شاء الله نقدر نفوز في مباراه الغد امام فاركو، وان شاء الله نطلع نبارك لكل جماهير نادي الزمالك يوم السبت القادم ان شاء الله. بتمنى لكم اجازه سعيده، بتمنى لكم ويك اند سعيد، ونشوفكم ان شاء الله يوم الاحد في حلقة جديدة من نهارك أبيض. شكرا لكم.